طيب في عندنا ريليشن اسمها ارتكل وريليشن اسمها اوثر وريليشن اسمها بيرسون وافلييشن وكانتر. عملتوهم ماب لا ار دي اف، نحولهم لا ار دي اف. عملتوا لهم؟ خليني اتاكد من الجراف. بديش جراف، انا مش قلت لكم تيبل؟ كله بيشتغل جراف اللي احنا بنعمله. التيبل اشتغل لك. حطوا علينا الحمد لله رب العالمين. تيبل صح. هذا نشوف، ركزوا معي يا اسراء. كربي هون معلش، مرام كربي هون لبس معي. تعالوا هون هونيك، تعال شوي عشان الخط صغير بقدرش اكبره، فبكربوا كثير، كربوا اكثر ما يمكن. حتى لو جيتوا هون كربوا كربوا. تعالوا يا مرام، تعالوا. شايف شايف انت؟ هاتوا في عنا الارتيكل تيبل في اي دي وتايتل وير، مزبوط. شو البي شو البرايمري كي هون؟ بي 1 التايتل تبع بي 1 داتا ويب. انا سنه 2007. شو عملت انا هون؟ حطيت بي 1، راح حطيت نقطتين، ما حطيتش قبلها شيء للاختصار. للاختصار انه انها اوكي، انها يو ار اي بس للاختصار. حطيت ار دي اف تاي. شو التاي تبع حطيته؟ اسم اسم التيبل. يعني لما يبقى في عندي تيبل البرايمري كي وحده، شو التاي تبعه احسن شيء نحطه؟ اسم التيبل، صح؟ طيب بعدين اخذنا نفس البي 1، قلنا التايتل تبعها ايش؟ داتا ويب. بعد ما نحط بين كوتيشنز. والبي 1 برضه الير تبعتها 2007. اذا هذا الرو قديش عملناه في رو هون؟ 3 مرات. عشر ريهام؟ 3 مرات. واضحة يا منى؟ في حدا عنده سؤال عليها؟ خدنا هلا ايش؟ بي 2 هي التايب تبعها ارتكل والتايتل سيمانتيك ويب، والبي 2 برضه الير 2005. هاي عبينا المعلومات اللي في هون حطيناها في اول 6 روز هون. هات الروح على وين؟ على ايش؟ هون وين انا رايح؟ على 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 الاوثر. قلنا البي 1، لاحظوا هاي، هاتوا نفهم هذا اوثر. في عندنا ارتكيل وفي لها بيرسون، بس انا استعملت الكي. الكي تبعت بي 1، البي 1 اللي انا هو هذا الكتاب، صح؟ والاي 1 اللي هو هذا البيرسون، صح؟ بس هون حسنته زي ايش هم مسميه؟ شو بنسمي هذا التيبل؟ في كومبوزيت، في كلها ريليشنال تيبلز. قلت انا ايش؟ بي 1 الاوثر تبعه ايش؟ اي 1 مش بيرسون، اي 1. وبي 1 الاوثر تبعه الثاني بي 2، وبي 2 الاوثر تبعه اي 1. اي 2 هاي غلطه، حدا يكتب لي يذكرني في الاغلاط الميستيكس اكيد، مش ما تنسوا تذكروني فيها. هاي لازم ايتو. طيب بعدين جيت نفرغ هذا التيبل اللي هو بيرسون. هلا عندي واحد اسمه توم لارا من يونيفرسيتي اوف مالطا، هيك اسم الافيليشن تبعته، اي سوري يو او ام. وعندنا بيرسون ثاني اللي هو ايتو، البرايمري كي تبعته ايتو، اسمه بوب هاكر من يو او سي. ها بكون نفس الشيء، اي 1 طيب تبعه بيرسون، واي 1 لاحظ بيرسون هون مش 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 ليترال. طيب. هون مش ليترال. طيب لازم تبقى معرفه في مكان ما شو معنات، طيب شو معنات بيرسون وشو معنات ارتكل، لازم نعرف. طيب
طيب A1 النيم تبعها توم لارا الافليشن يو ام و A2 تاي تبعه بيرسون واسمه بوب هاكر الافليشن او يو سي. لحد هون عبينا ايش؟ ثلاثة تيبل. ها الافليشن هذا رمز لا اشي هاي. طب في انو كانتري؟ هلا هات نقول اليو او ام التايب تبعها سوري غلطة ثانية هاي مش افليشن هاي مش افليشن هاي يونيفرسيتي هاي لا هاي دايجرام هسا كثير كل موادين سلايد دايجرام كد ما الواحد الكوبي بيست يعني اشي قاتل كل هاي المشاكل سببها الكوبي بيست متاسف هاي للتسجيل هاي المفروض هون افليشن اللي هون خليها افليشن هون يونيفرسيتي فشو نوعها يو او ام يونيفرسيتي والكانتري تبعتها ام تي والثاني هي اليو او سي التايب تبعها يونيفرسيتي والكانتري تبعها سي واي. طيب شو يعني ام تي؟ رحنا نقول شو ام تي كانتري واسم هاي الكانتري مالطا وهذيك سايبرس. شفتوا كيف نكلته؟ لاحظوا انه الاوردر تبعه مهم. شو مهم؟ جراف تريبيلز برسونين زي ما بدي. بدي اعطيكم معلومه لو عندنا هاي الداتا في داتا بيس اخرى استراكشر اخر نفس الداتا بس الار دي اف بيطلع نفسه. انتبهين؟ الار دي اف بيطلع نفسه، يعني لو عندنا هذا السكيما فيها نفس الداتا جربوا بيطلع الار دي اف ايش؟ نفسه. هلا هاي هون بدي اركزكم على شغله. انه لو عندي 10 داتا بيسز وباجي شو بساوي؟ بعمل لهم ضمب هون بصير كل التيبل واحد انتجريتد. هاي محطوطه انه انا من عملت الار دي اف اول شيء شو ما او خلينا نقول شغله شغلتين هون نتعلم حكمتين. اول حكمه انه لو عندي اكثر من داتا بيس بتلاقي الار دي اف. هذه شو يعني؟ يعني انه الار دي اف اتس ا بريميتيف ذا موست بريميتيف داتا موديل. شو يعني بريميتيف؟ بدايه تركيبه بدايه اكثر. يعني هون لا اشياء مش مركبه. بس على فكره لو تروح من هون لهون بطلع. يعني لو اعطيكم هاي ترسموها تطلع في كل واحد بيطلع في سكيما بس نفس الداتا ناخذها ونحطها هون تطلع نفسها. معي شو وقت ولا كان منها تجربه. هذا معناته ار دي اف از ذا موست بريميتيف. بريميتيف يعني اقل بدايه اكثر. هاي اول حكمه. الحكمه الثانيه انه هذا الموديل تاع الار دي اف بمكننا ان نعمل يعني ات انيبلز انتجريشن. يعني ات انيبلز انتجريشن يعني لو جينا كبينا داتا بيسز هون بيطلع سيلف انتجريتد. العين انتجريتد. يعني لو رحنا جبنا كل ملفات الطلاب من كل الجامعات كل جبنا هيك نقول بطريقه اخرى كل الداتا بيسز اللي في الجامعات هي بتخزن تقريبا نفس المعلومات صح؟ لو جينا حطينا في ار دي اف كلهم بزبطن في ار دي اف واحد بيطلع انتجريتد. طبعا صار في مشكله كويري هون بس يعني بيطلع انتجريتد. بس العكس لا. لو جبنا من هون رحنا اكس ام ال من داتا بيس رحنا اكس ام ال كل واحد بيطلع في اكس ام ال. هاي ميزتها عن الاكس ام ال انه فيها سيمانتكس. شفتوا السيمانتكس شو وينه؟ انها موست بريميتيف يعني
different representation يعني one representation إلها one representation الداتا. وهذا بيعمل الداتا more يعني enables integration. في هذا عنده تعليق آخر؟ بتطلع كثير الداتا هيك يعني. طيب شو حجم شو مزايقك فيه؟ فكر فيه. هيك مضبوط أكثر هناك. يعني هاي مفيدة في حالة ال heterogeneous كل داتا. تماماً. لما في عندنا heterogeneous data يعني هاي شايفة حلوة لأنه داتا بيس واحدة. تخيل داتا بيس تاني في 10 داتا بيسز كل واحدة إلها شكل. تخيل هنا عاد كل هين سكيما واحدة. أنا لاحظوا أنا بقولش الأرديف أحسن ولا أسوأ. موضوعنا هون في المحاضرة ما نتعلمش أنه أحسن وأنه أسوأ. هم بس نتطلع هون من باب إيش؟ من ندرس داتا موديل. وهون هذا الإشي للويب نعمله أصلا للويب. إنه تخيل على ويب سايت تخيل فلسطين فيها أكثر من سينما. هذا مثال دائما بضربه بديش أغيره لأنه مثال منيح. في بروكسل بكده أضربه بكذبط لأنه في هناك أكثر من سينما. بكده كله كل سينما لها ويب بيج وحتى جدول الأفلام اللي بتعرضها على الويب سايت. طيب ده سأل جوجل بده كله أنا بدي أحضر فيلم شو ميونيخ أو أني سينما بتعرض فيلم إكس بين الساعة الفلانية والساعة الفلانية. هيك بدي أسأل جوجل بجاوبني؟ بقدر جوجل جاوبني؟ بقدرش. جوجل سترينج ماجي. هلا لو كل ويب سايت حط الداتا تبعته بالار دي اف لان ماشي نقول حطها بالاكس ام ال بقدر اعمل كويري فوقهن؟ صعب جدا لانه كل واحد بحط اكس ام ال بطريقته. بس لو حطوهن بالار دي اف بسرعه بحطهم فوق بعض. اوكي بعدين بقدر اعمل برنامج او سيرش انجن ايش اللي يدور لي او كويري انترفيس نروح عليهم كلهم بشفط الداتا بحطها مع بعض بنستب ما فيش مشكلة. وإيش بقدر أعمل كويري هلا فوقين كلهن وكله أعطيني كل السينما اللي بتعرض الفيلم إكس ساعة الفلانية ساعة الفلانية. فنعمل هو نعمل الـ RDF نعمل الـ Next Generation of the Web اللي هو Semantic Web اللي بسموه Web 3.0. حورجيكم كيف نستعمل الـ RDF في الـ HTML داخل الـ HTML بعدين. بس أنا هدفي اليوم أعلم الـ RDF كداتا موديل بس. معمول فيه هو دكتور ويب 3 حاليا في شغل منها. بدي ارجع سلايد اللي قبله بالمناسبه انا حبيت اروح على الداتا بيس لانه معظمكم بيعرفوا داتا بيس. هاي ايش هاي؟ انا ما بعرف هذا شو هو. XML هي نفس المعلومات اللي كانت مخزنه نفس المعلومات هاي سوري هاي ونفس المعلومات هاي وهلا انا بدي اورجيكم اياها ايش نفس المعلومات في 3 داتا موديل اللي هو اكس ام ال. الجراف تبعها بيطلع هيك لما احولها هون بحولها لجراف ايش لتعمل لجراف بي 1 بلزم احط روت هنا بلزم ضروري هون اخترع كلمه روت واحطها لانه 3 هذا مش جراف تري في شيء تري بدون روت سوري هذا جراف على فكره لانه برجع انا اذا جراف سوري انا بجوز هاي تقدر تشطبها فبقول هاي ارتكل الير 2000 الاوثر اي 1 الاي 1 له افيليشن الافيليشن امبلوك سوري هون في اكثر المعلومات المعلومات هون اكثر اليو ام امبلويز اي 1 اي 1 شو اسمه توم بي 2 الاوثر تبعها اي 1 واوثر تبعها اي 2 واي سنه 2005 اي 1 قبل شوي حكينا عنه هسه اي 2 شو الافليشن تبعه يو او سي واليو او سي امبلويز اي 2 واي 2 شو اسمه بوك واليو او سي موجود وين في سي واي وشو اسمه يونيفرسيتي اوف سايبرس لانه يا عملت المثال بكيت في يونيفرسيتي اوف سايبرس سي واي شو اسمها؟
سايروس والكاتدرائية تبعها على الكابيتال نيكوسيا. وبي 3 إلها أوثر A3 والـ A3 الأفليشن تبعها UOC Works for UOC والإيميل كذا كذا. فهون أنا شو بساوي؟ موديل ثاني عنا ورجيتكم لو تطلعوا هاي أنا هاي ما فيش مجال إن ندرسها بعمق. من XML سكيما سوري من XML داتا ورجيتكم كيف تعملوها RDF. وهون شو ورجيتكم؟ من Relational Database لا RDF. وهون من XML لا RDF. وضحت؟ ورجيتكم أكثر من Representation وأكثر من Data Model. هناك كنا من Relational ورجيتكم شو الجرا التري ورجيتكم شو الجرا. طب شو الفرق بين الجراف والتري بالمناسبة؟ الجراف قلت انه نرجع انه في زي الاب ابناء هيك تريد تفرع يعني. طيب احنا بدنا ناخذ انه تري عباره عن حاله خاصه من الجراف. فالاكس ام ال حاله خاصه من الار دي اف. على فكره فينا نشوف الموضوع بهاي الطريقه ال 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 الاكس ام ال حاله خاصه لانه ممكن الجراف هيك بالصدفه يطلع تري الداتا عندنا تعمل تري ممكن. بس ما حكي العكس انه الار دي اف حاله خاصه الاكس ام ال. ليه؟ لا شو يعني حاله خاصه؟ الاصل ار دي اف بعدين يصير اكس ام ال. هل كل ككود ككود كودينج لما كود هذا لا لا الكود ممكن انت قصدك انت زي اشوف ورجيك زي زي قصدك زي هاي كتبت الار دي في الاكس ام ال. اه هاي مش حاله خاصه بس الموديل 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 انه كل اكس ام ال من جوا ار دي اف كموديل لانه كل تري هي جراف. على فكره في شيء بدرسوش انا في الماده هاي خليني احكي لكم او كم احكي خليني اسال سؤال. انا اكثر واحد بعرف داتابيس هون اي ابو داتابيس عمار ونو كمان خليني اختار واحد هنا كمان هنا. طيب خالد هاتوا نعمل مسابقه اكتب لي اس كيو ال ستيتمنت فوق هذا التابل تعطيني فيها انا شو بدي بدي الارتكلز اللي مؤلفينها من مالطا. الارتكلز اللي مؤلفينها من مالطا. طيب سلكت جوا سلكت الارتكلز ليش نستدها؟ احنا عاملين مسابقة تنافس يلا مناظرة الارتكلز اللي مؤلفينها من مالطا ليش نستد؟ ولا كيف تستد؟ سلكت سوي ليش سلكت ستار فروم ارتكلز وير جبت بعين مالطا وير سلكت وير سلكت مثلا لحظة سلكت سبجكت شو سبجكت؟ سلكت السبجكت من الار دي اف سلكت اس مش مالك عم نحكي هون سلكت اس فروم ار دي اف وير اول شيء نقول انها ارتكل وير طيب بي كول ارتكل. طب ليش استاذ ما هي تيبل وحده وير بي؟ طب حل طب ارجع اعطيني اسكيو خلاص فروم او فروم يساوي او سلكت ايش سلكت بس فروم ار دي اف وير او تساوي مالطا وير او تساوي مالطا. شو برجع لكم وير او تساوي مالطا وين مالطا هاي شو برجع لكم بدك الارتكل جاوبيها يا منى جاوبيها سؤال شو رجع لكم رجع انت بس طيب غلط يعني انا بسال انا كنت كاتبين الارتكل يلا وين ال تاخذون الثاني بتاخذوا ادفانس داتابيس مع دكتور محمود لا ما بقى لا بس عاديه يعني شو وير عاديه طب يلا
انا حابب انا هيب انا بعرف الداتا بيز ايمان جوين واحد الاي دي من الارتكلز وين الداتابيس؟ وين الداتابيس؟ انا اللي بعرفوش داتابيس اللي بيعرفوا داتابيس انا هاجي تكون استسلكت في اربع ورا رجع اعطيني اقرا كل ايش بدها تصير اقرا لي اياها يلا سلكت ال ال اس فروم كانت تحكي عن تيبل مش حكي عن الارض لا لا الارض ايه؟ انا بدي تحط هذا الليله في تيبل وتتحدى حالك حطه في داتابيس وتحدى حالك واذا بتعرف ايش روح دكتور محمود كله بتعلمنا ادفانس داتابيس بقول لك اه بقول لك لا هذا مو هي مشكلتك لازم انت لما اخذت الداتابيس بدهاش ادفانس داتابيس كان لازم تعرف تحلها صدقوني معظم جامعاتنا ما بيعرفوا شو معناه داتابيس كلهم بدرسوكم اس كيو ال سينتاكس بس اكسس بس يعني بتفرق اذا اخذنا من الجدول من الار دي اف ولا من الداتابيس كيما مو اي بده يجاوب تفرق بتفرق هنا اسهل عن من التيبلز اما من هنا احنا مش قصه اسهل طبعا بتفرق هل فيها خمسة تابلز هون تابل يعني نفرغنا هذول هون بطل 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 يعني هذا تابل لا يكتب منه اسكول لا يكتب منه ماشي هيك حسن يا سلام هذا سلم وروح ايديه من اولها ليش ما هو كل مرة فيه غلطات في غلطات ولا غلطات مش غلطات خلطات خلطات ما هو احنا خزننا جراف في تابل طيب ما هو كل واحد يتأشر على شيء المفروض يحط الامور سيليكت بسيطه كيف حل كنتري ايكوال ماستر هاي الكامبايز وير كنتري وير بي ايكوال ماستر او ايكوال وير بي ايكوال كنتري اند او ايكوال ماستر مش عارف امسك الا شويه لا سهره ارجيلي وسهره سيلكت اس وير ارتكل ارتكل ايكوال ناخذ اول شيء نمسك التايبس والكنتري نيم اللي هو الارتكل شو هي بدك انت الاوثر ارتكل اوبجكت اسهلها مش سلكت الارتكلز اللي مؤلفينها من مالطا سلكت الاشياء اللي مؤلفينها من مالطا هيك سهل سلكت اس وير سلكت ستار شو بتفرق يعني تفرق ايش بلا ما هي اس مش بس ارتكلز هيك انا بلاكش فناكش بي ايكوالز اوثر اند او ايكوالز مالطا select ايش p equals S country S and o p where p equals author author and o equals malta and o equal malta p equal country شوي شوي خلينا نقول مالطا هي مرت مره واحده وهل هاي هي شو قلت انت country لا equal country نتيجه صفر where p equal country و o equal malta select s where p equal country select S where B equal country هاي country وهاي country طلعت جامعة طلعت الجامعة ذاك الأوثر الله أقول لك إنه فيها بدها هاي نسيت درسنا إياه straight forward هاي straight forward وهاي اللي بيها أخذ بس database البيسكس مفروض يحلها اللي يعرف database أما اللي تعلم وعلموه syntax في تعال SQL وكيف يعمل وعشان يعملوا الكورس ادفانس خلينا انت كده هون المدرسيه بعلمه كيف يعملوا انستليشن لاوراكل هذا بعلمش داتابيس اللي هيك طيب شلون حلها ولا خليها للمحاضره الجايه بتجي حلينها خليها المحاضره الجايه بتجي حلينها عشان اورجيك انه داتابيس لا جد خليها خلينا نعمل لا. بدنا نفكر فيها نفكر فيها هلا طيب في اي سؤال عن الار دي اف ارد لكم اياه من اول برزنتيشن على اساس اذا في حدا عنده سؤال
عشان يسأل. هاي بلشت بالار دي اف بعدين كلنا هاي الريدنج في هذا اسم سؤال على الريدنج تاخذوا هذول بتصوروهم وشوفوا الكتاب بتشوفوا الكتاب عشان تجيبوا بعدين تحلوهاش هسه تحلوهاش مش مهم بعدين شرحت لكم الاكس ام ال وانها 3 داتا موديل وقلت لكم الاكس ام ال صارت بال 97 ورجيتكم مثال على الاكس ام ال ورجيتكم انه الاكس ام ال بتنكتب باكثر من طريقه نفس الداتا بعدين حكينا عن مشاكل الاكس ام ال قلنا انه الاكس ام ال ما فيها بنقصها السيمانتكس ومشكله انه الداتا كان بي ريبريزنتد ديفرنت ويز هذا بيشكل مشاكل الانتجريشن بعدين لخصنا هون قلنا شو معنات ريليشنال موديل شو معنات تري داتا موديل شو معنات جراف داتا موديل على فكره في اكثر من ده ممكن في يكون في اوبجكت اورينتد داتا موديل في اوبجكت ريليشنال داتا موديل وهنا مجرد بس انا بشرح لكم شو بعدين دخلنا في الار دي اف ها وقلنا انها هي تتكون ستاندز فور ريسورس ديسكريبشن فريم ورك يا مزبوط اسراء ركزي معنا اه وانها هي انعملت حتى تعمل ديسكريبشن للريسورسز اوفر ذا ويب وبتتعامل نتعامل بنركز هون على اليو ار ايز تو ايدنتيفاي ويب ريسورسز مزبوط وطلع ستاندرد سنه 99 طيب وبعدين ورجيتكم مثال هون فهاي مش او ار ام هاي جاست جراف للتعليم عشان بس اورجيكم كيف بتصير ال ار دي اف وهي عندنا ايش هون موجود الاكس ام ال يعني ال ار دي اف مكتوب بالاكس ام ال على فكره في ثلاث انواع ريبريزنتيشن بالاكس ام ال للار دي اف ثلاث انواع انا بدرب اللي بدرس عادة ال ار دي اف سلاش اكس ام ال في شيء اسمه قبل عني متأخبونيش في موديل ثاني لف لي الكاميرا بس شوية في موديل ثاني لما بقول الديسكريبشن نكتبه تريبلز نعمل زوم عليه تريبلز بنقول www.amazon.com ركزين معاي سلاش whatever برايس ها هون بلزم نحط هاي بعدين 11 بعدين بعيد بعدين بعيد هاي www كذا كذا بعدين بقول ايه author إذا بدي أحط هيك بعدين بقول إيش www dot كذا 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 هيك شو تريبلز مكتوب بالإكسميل ها هذا another format just another format الفورمات كله مش مهم المهم إيش الفكرة يعني شو داتا موديل وبستمر فيه بحط كل التريبلز مع بعض بالاكسم بصير هاي فورمات روبل نسيت اسمه هاي في عنا اسمه ما اعتقد وفي عنا اللي ورجيتكم اياه اللي هو هذا ال RDF XML syntax لا نكتب ال RDF بالXML ماشي؟ مش متذكر ال N triples ال N triples وفي التروتل لسه في كمان التروتل اللي بحبه منكم يستعمله اللي هو بكتبه مش الXML سينتاكس على فكره هذول السينتاكس اسهل من هذا بس طبعا هذا انا بس انا اللي بتعلم هذا بعلم الاصعب انا طوالي لا لا هذا سهل هذا تريبل بس تريبلز في شيء بعدين كررهم
يعني بس سورس سبجكت بدك تقول بس. هلا هذا شو بكون نساويه؟ مثلا بقول www.amazon.com/كذا كذا كذا ها. بعدين بعد ما اخلصها بقول مثلا a.price بقول بعدين 11 فيش داعي اكرر هاي. بعدين بقول a author w كذا كذا w w w w كذا 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 بالضبط. هذا على فكره اكثر شيء الناس يحبوه. بعدين بكررش هاي وانتم بتكتبوا انا طلعت عليكم كلكم استعملتوها ها. برايس اوثر تايتل مثلا ها اورينتاليزم. بعدين بروح على ريسورس ثاني اذا بدي وبكمل. هاي هي سينتاكس تروتل. هاي الان تريبلز وهاي الار دي اف اكس ام ال سينتاكس. وهاي يعني هذا للتعليم اللي هو الجراف حتى بس افهمكم شو كيف كيف صورته ها. وهي امثله ثانيه. بعدين قلنا انه شو البروبريتي وشو الفاليو والى اخره وانه سبجكت بريديكت اوبجكت وانه السبجكت هاي لازم تبقى يو ار اي وهاي يو ار اي وهاي ممكن يو ار اي وممكن فاليو ها. وقلنا هاي نسميها تريبل وانه كورا دايركتد ليبل جراف وكيف وكيف ان وهذول هم التاتس او المين بروبريتيز اللي عاده بنستعملهم وشو كل واحد معناها. في حدا فاهم ما فهمش النيم سبيس؟ وبعدين ورجيتكم كيف من اكس ام ال الفاليديتر. بعدين ورجيتكم من الاكس ام ال لار دي اف ومن تيبل ل من ريليشنال داتابيس لار دي اف. في حدا عنده سؤال؟ سؤال ولا سؤال كله مفهوم 100%؟ عندي سؤال هون لما حولت الريليشنال هاي للتيبل صار انك الاوثر التيبل الثاني الاوثر اللي هو هاي كيف عبينا هناك ما حطيناش التايتل ايكوال اوثر حطينا ايش ما فهمتش عليك انا حتى اول واحد بي 1 بهذا التيبل شو عرفنا بي 1 ارتكل بي 1 اوثر ايوه وين حط الارتكل؟ ما حطيناش ارتكل ما هي معرفه فوق ارتكل معرفه ولا جزء من اللي فوق. هذا على فكره يعني هذا مش سايب كثير هو يعني انا في يعني كيف يعني هاي في عندي في السيمينار حدا عارفين شو السيمينار تبعه ياسر ابو الرب بيروح على الهارد ديسك على او على الداتا بيس بيقرا شيء بنسميه سيستم تيبلز. شو في بكلمه سيستم تيبلز؟ معلومات عن السكيما تاعت الداتا بيس صح؟ بيقراها اوتوماتيكلي باخذها وبيعمل جنريت كويريز اوتوماتيكلي بحول الداتا من كلمه تيبلز على ريليش على ار دي اف تيبل. يعني في تكات خفيفه بس اتس نوت ماجيك يعني هذا سيمبل. طب شو نستفيد يعني؟ شو استفاد طيب؟ شو استفاد؟ طوالي قالت لك منى انتجريشن. شو اليوز كيس اللي بده يسوي لنا اياها؟ بده يجي يجيب لي يعني هو هيك بده يسوي برنامج بيقرا داتا بيس بحطها في ار دي اف، بيقرا داتا بيس ثاني بحطها بار دي اف. بخليكي تعملي كويري فوق هين وعامل انترفيس لهذا التيبل، تعمل انترفيس نابلس للداتا بيس تبعتك يعني تطلع انتجريتد الداتا. نقدر نحكي انه الار دي اف كان بي كونسيدرد از يونيفايد داتا بيس. داتا بيس هون لا كلمة داتا بيس يعني يونيفايد وات ايفر داتا ستورج داتا انيشاليزيشن ستاندرد انيبلز انتجريشن. هي مش انتجريشن هي لانجوج او موديل يعني انيبلز انتجريشن. لو بدي اجيب لو اعمل انا الكويري على الار دي اف واقدر اجيب تول تملي اي داتا بيس للار دي اف معناته انا بقدر اعمل كويري لاي داتا بيس في العالم ريجاردلس اوف داتا بيس اكسس اوراكل ما عنديش علاقه سايب بيز اليوم الريسيرش تبعي في في في, في كوبروس ان عملت هاي اللانجوج انا انك تشبك على هارد ديسك بغض النظر شو في كلمه
بتعرفش انت شو وانت مش تكتب كويري اس كيو ال هنا انها سيمبل لواحد بيعرفش يكتب يعني واحد مش تاع اي تي ويعمل كويري بغض النظر ما عندوش فكره عن السكيما تاعت الداتا لاحظوا انه الار دي اف ما لهاش سكيما يعني مش شرط قصدي ان نحط هون كلمه ارتكل تايب ارتكل يعني ممكن يكون عندي الداتا هاي بدون التريبل هذول بدون التايب انه في ارتكل وانه في وانها هاي بيرسون وهاي كانتري وهاي يونيفرسيتي بيكون في اشي له تايتل له يير الاوثر تبعه كذا وهذا الاوثر له افيليشن والافيليشن لها كانتري والكانتري لها بدون ما يعني سوري كذا كله كذا يعني مش شرط يعني الداتا بيس في داتا بيس بدون سكيما لا بس على فكره في اكس ام ال بدون سكيما صح؟ مش شرط يكون في اكس ام ال سكيما شرط يكون اكس ام ال سكيما؟ لا مش شرط بس الار دي اف مش شرط يكون في سكيما محاضرة جاية مش هقدر الار دي اف سكيما بس سكيما مش سكيما يعني مش بالضبط مفهوم سكيما التشالنج طبعا بالكويري يعني كويري ما تحكي لنا تشالنج طيب الكويري بتطلع وير اول شيء البي انها ايكوال اوثر بعدين شيء من هاي باشرع هذيك وهي باشرع هذيك من هيك بدات مش جوينت جربي جربي حليها واحكي لهم جربي هو فيش طريقه ثانيه واحده بتاشر على الثانيه طيب كيف تكتبي كويري هيك كيف تكتبي كويري هيك كيف تكتبي كويري؟ ليه مش سامعة على مرام انت؟ ايه؟ ما شو تقولي مرام؟ جوين بجوين نعمل كل الكويري بتطلع لنا اشي نعمل جوين بينهم بتطلع لنا الاشياء المشتركة نوكم احكي انا سنة سلكت سلك جو سلك هسا بطلت وعدي شغلي معناها نفس الشيء صح؟ جوين بين هو دم تطيهم مرة وتبطي مرة معلش جربوها بس نجربوها اذا جوين اذا جوين انا ممكن اجاوب اذا جوين اسرع من الوير تبعكم الوير وبيعمل ممكن انه يعلق الوير جوين بس المشكله الداتابيس اوبتمايزر بيعمل اوبتمايزيشن اكثر على الجوين منه على الوير تبعك انا وين لا بس الوير انه بتاخذ مثلا كاكسكيوشن تايم شيء اقل من الجوين الجوين لا هي نفسها جوين الوير جوين الوير جوين كنت تحكي مع ديفلوبر يعني بس لا لا الوير جوين الجوين كثير بتعمل اوفر هيد اصلا عندك الجوين انت بتكتبها كداتا بيس مثلا انت انا فاهم بس الوير برضه جوين ما انا بعرف هي جوا داتا بيس بيعملوها جوين المشكله انه انا جوين وكيف جوين والى اخره anyway هذا مش موضوعنا هلا طبعا كان نفسي نعلم انا الار دي في كويريز في الكورس هذا بس الكورس تحملش يعني مدته فاللي هي في لغه لا في لغه اسمها سباركل سبارك كيو ال لا تقلق لا ار دي اف كيف اس كيو ال للداتابيس كيف اكس كويري للاكس ام ال اللغه تاعت الار دي اف نسميها ايش سباركل على فكره سهل كلانجوج هلا حسب كيف مخزن الداتا السرعه بتصير ففي عندنا سؤال ثاني خلصنا بسأل عن المحاضرة هذيك المادة شو كان علينا فيها شو الأشياء اللي طلبت أنا كنتش مركز صراحة ليش ما اشتغلش عليها ذاك البروجكت بس شكله هو حيغلبنا الريزر وما الريزر بكا